بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. حبنا لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام مش بس لأنه خاتم المرسلين والنبيين، كمان عشان رحمته وحبه لأمته وتقديم مصلحتنا على مصلحته هو. في الوقت اللي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أجل دعوته لينا ليوم القيامة، لليوم اللي هينفع فيه مال ولا بنون، كله هيقول نفسي نفسي، لا الابن هيوهب أبوه حسنات ولا الأم هتعرف توهب حسناتها لولادها إلا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. برحمته هيشفع لنا بتعجيل الحساب بين الخلق وبعضها، هيشفع لنا كمان بدخول الجنة. بس يا ترى مين اللي هيشفع له سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هل إحنا مطالبين بأعمال معينة في الدنيا عشان ننول شفاعته؟ طيب اليوم ده يوم صعب قوي، يا ترى كمان أهل النار هيكون ليهم نصيب من شفاعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ولا لأ؟ يمكن أسئلة كتير جدا هنتكلم فيها إن شاء الله النهاردة عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الموقف العظيم. حد فينا كده وهو قاعد بينه وبين نفسه وما فيش حد معاه غير هو نفسه كده وربنا سبحانه وتعالى مطلع وشاهد عليه، فكر كده، هو أنا ممكن أكون عملت إيه في حياتي محدش يعرفه، أخجل منه وحس إنه لا أنا مش هنول شفاعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يوم الموقف العظيم. خلونا كده، يعني هو سؤال الحقيقة خطر على بالي وأنا بشوف آراء الناس، هل قعدنا مرة مع نفسنا كده وفكرنا إحنا ممكن نكون عملنا إيه نتكسف منه، أو عملنا إيه حاجة كويسة وحاجة حلوة ونحس إن دي يعني هنقول فيها شفاعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ تعالوا كده مع بعض النهاردة وإحنا يعني لسه هنبدأ النهاردة ونتكلم عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نراجع كده مع نفسنا، نقف ونبص للمراية كده ونفكر بينا وبين نفسنا إحنا ممكن نكون عملنا إيه وحش نخجل منه، أو عملنا إيه كويس فنزود منه. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. معنا فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من علماء الأزهر الشريف، وأكيد هكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك ومشاهديك، حياك الله وبياك وجعل الجنة مسوانا ومسواك كل أمين. أمين 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 يا رب العالمين. دعوة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لينا وإنه يأجلها ليوم الموقف العظيم، هل ده كان معناه ان هو عارف حجم الذنوب اللي احنا ممكن هنكون فيها فأجلها علشان خاطر يشفع لنا وينجدنا من اليوم الصعب ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان الأزهران الأعطران المضيئان المشرقان على سيدي ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. دايما كده لما كنا نيجي نغني نقول سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين، فمن حنية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يوم القيامة كل نبي يقول يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم، نفسي نفسي نفسي، إلا أنا أقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. وهو صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه لكل نبي دعوة مستجابة، إلا هو صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته شفاعة لأصحاب الكبائر من أمته يوم القيامة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش ليه شفاعة واحدة، ده ليه شفاعات كتيرة، وإحنا النهاردة بنتكلم على الشفاعة كلها. والعجيب إن إحنا دائما لما بنيجي نبص في شفاعة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنتناسى بقية الشفاعات. والسؤال اللي طرحتيه، يا ترى مين اللي مش هينول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاوبك عليه وأقول لك باختصار، اللي مش هينول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين العباد مظلمة، ظالم حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في حقوق العباد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، من أبطأ به عمله لا يسرع به نسبه. عشان الناس النهاردة ما تقولش أنا ابن مين ولا أنا يعني عيلتي مين، لا، أنت عملك إيه؟
لأن ربنا حط ميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يوم القيامة، ودي أول شفاعة اللي هي الشفاعة العامة لحضرة النبي، ما هو في شفاعة عامة وشفاعة إيه؟ خاصة. الشفاعة العامة بتاعت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي في وجهة نظري أنا أعظم الشفاعات، لأن الشفاعة دي يستجيب أو يستفيد منها كل الناس، مسلم وغير مسلم، مؤمن وغير مؤمن، بر وفاجر. كل الأنبياء حينما نقف في أرض المحشر نقف يوما مقداره 50,000 سنة. إحنا واقفين في أرض المحشر، ولك أن تتخيلي أن الشمس تدنو من الرؤوس حارقة، ولك أن تتخيلي أن الناس منهم من كان عرقه إلى قدمه، ومنهم ده قبل من كان قبل الدخول على الصراط. نعم، ومنهم من كان عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من كان عرقه إلى بطنه، ومنهم من كان عرقه إلى حلقومه، ومنهم من غطاه عرقه، زي ما في ناس قاعدة وبتشرب وبتتنعم في ظل من ظل الله يوم القيامة. فكل الأنبياء نحن نذهب إليها نبيا تلو نبي، كل نبي نقول له تعالى اشفع لنا عند ربك. ليه؟ عشان ربنا يبدأ الحساب. لكن كل نبي يقول لا، أنا لست لها، لست لها، لست لها. ليه لست لها؟ لأن هو مفيش نبي تأذله. وخلي بالك احنا لما بنبقى في مدرج محاضرات ايام الجامعة ما كانش واحد يقدر يتكلم الا باذن. صحيح، مش كده ولا ايه؟ صحيح. فما بالك ولله المثل الاعلى، انت في الحضرة الالهية يوم القيامة بين يدي ملك عادل قادر مقتدر لا يتحدث احد الا باذن. السماوات تغيرت، الجبال من خشية الله دكت صارت مستوية بالأرض من خشية الله سبحانه وتعالى. مين اللي يتكلم؟ اللي ربنا ارتضاه، واللي ربنا أزله، واللي ربنا رضي عنه، واللي ربنا قربه، واللي ربنا أحبه، واللي ربنا ارتضاه. وما كانت هذه الأوصاف مجتمعة في واحد قط إلا محمد عليه رسول أفضل الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اسمع القرآن يقول إيه؟ تفضل. يقول ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فنذهب إلى رسولنا رب عليه أفضل الصلاة صلى الله عليه وسلم، ربنا يكتبها لنا يا رب كلنا، ونقول يا رب ائذن لنا أن نذهب إلى حبيبك فيأذن، فنذهب إلى رسول الله اشفع لنا بين يدي ربك كي يبدأ الحساب. الله يا أفضل الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، قبل ما نرجع تاني ونكمل كلامنا، كان في سؤال متصلة امبارح واحنا ما جاوبناهاش الحقيقة عليه، وكانت بتقول ان هي قاعدة ببيت عيلة في مشاكل كتير جدا مع حماتها، وحماتها بتسرقها وبتقول كلام ما حصلش. فهي بتقول هل عليها ذنب لو خدت زوجها، يعني زوجها بيقولها تعالي يعني اخدك ونعيش بره، هيبقى عليها ذنب لو هي خدته فعلا وعاشوا في بيت لوحدهم، لو راحوا يعني كم يوم ترتاح من المشاكل اللي موجوده وترجع تاني، ده ممكن يبقى عليها ذنب فيه ولا لا؟ خلينا اخر الاجابه دلوقتي برضو. ايوه انا قلت السؤال اهو، خلاص وقتي تاني، بس النهارده ان شاء الله تاخد اجابتها ان شاء الله. لكن انا عشان اوجه رساله للحمل الكريمه من خلال النبي مش من خلالي انا صلى الله عليه وسلم، بس خلينا اقول لك ان احنا كلنا هنروح لحضره النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشفع لنا عند ربنا ببدء الحساب. فحضره النبي صلى الله عليه وسلم يشفع بين يدي الله فربنا يبدا الحساب. دي الشفاعه العامه. تيجي بعد كده الشفاعه الثانيه اللي هي بتاعت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تفتكري في أرض المحشر أنا قلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم هيقف في ثلاث أماكن، من جملتهم عند الميزان. يقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى فتوزن أعماله، فلما تتوزن الأعمال ترجح كفة السيئات.
فينادي ربنا: يا ملائكتي خذوه إلى النار. فتأتي الملائكة لتأخذه، فيقف الحبيب صلى الله عليه وسلم والعبد لا يعرفه، فيقول للملائكة: على رسلكم، استن. فيقول الرجل: من أنت؟ وجهك يبشر بالخير. يقول: أنا نبيك محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي يده صلى الله عليه وسلم بطاقة. فيقول الرجل: ما هذه البطاقة؟ إيه اللي في إيدك دي؟ يقول: انتظر. فيضع البطاقة في كفة حسناته، فتطيش صحائف السيئات وترجح كفة الحسنات، فيأمر الله به بدلا من إلى النار إلى الجنة. فيتعجب الرجل: يا رب، ما هذه البطاقة التي حول بها المسار من النار إلى الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مرة أنت كنت جالس في صحبة أناس، فصليت علي صلاة ما ابتغيت بها إلا وجه الله، فقلت: اللهم صل على محمد، وصلاة النبي لا يسقل معها عليه شيء أفضل الصلاة أبدا. والسلام أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا هقول لك حاجة جميلة قوي. كان في امرأة عدت بنتها ماتت، وبعدين نفسها تشوف ابنتها في المنام. راحت لابن سيرين قالت له: قول لي حاجة، قول لي آيات كده أشوف بنتي. فاداها بعض الآيات اللي هي تشوف بها بنتها في المنام. فلما رأت ابنتها، رأت ابنتها في أمها الهاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نسأل الله السلامة. القرآن قال: أمها الهاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فذهبت إلى ابن سيرين وقصت عليه ما حدث، فاستعاذ ابن سيرين من شرها ومن شر ابنتها. ابن سيرين يقول إيه بقى: وفي الليلة التي بعدها أتت إلي بنت في المنام هي أحلى من القمر، ترتدي سندسا واستبرق، تقول: السلام عليك يا إمام. فقلت: عليك السلام. قالت: قلت: من أنت؟ قالت: ألا تعرفني؟ قلت: الله أعلم بحالك مني، أنا ما أعرفكيش، ربنا يعلم بحالك. قالت لي: أنا بنت التي كانت عندك ليلة أمس. قال: الله أكبر. لكن أمي على هيئة كده وهي شفتني بهيئتها بغير الحقيقة. قالت: والله أبدا، لقد أخبرتك أمي بعين الحقيقة، لقد كنا نعذب في جهنم حتى أمس، فمر رجل من على قبري فوقف وقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فنادى الكريم: يا ملائكتي ارفعوا العذاب عن أصحاب هذا القبر إكراما لمن صلى على حبيب محمد عليه أفضل الصلاة صلى الله عليه وسلم. يعني هو ما يعرفهاش أساسا، ما يعرفهاش خالص. ولذلك من السنة لما تعدي على قبر تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رحمة بإخوانك. فدي شفاعة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين تيجي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في مين بقى؟ في العصام، حتى العصام هم الطغاة. ولذلك سيدنا العباس بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله، أبو طالب عمك، ومعلوم إن هو مات على الكفر أبو طالب، لكنه تحمل مع رسول الله وحمى رسول الله، والنبي اعترف بكده وقال: والله ما نالت مني قريش ما نالت إلا بعد أبي طالب، لما مات أبو طالب. هيش فعلوا بقى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حضرة النبي؟ طب ناخد التليفون ونقول ما تأجل تليفونك شوية معلش عشان الناس ما تزعلش مننا. حاضر مدام كريمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. دلوقتي أنا والدي متوفي بقاله سنة وثلاث شهور. من وقت الوفاة كل يوم جمعة إحنا بنروح نزوره، كل يوم جمعة على طول قبل الصلاة، ولما بيجي صلاة الجمعة بنصلي. سؤالي بس هو، هل هو حرام إن أنا أثبت معاد لزيارة قبر أبي؟ وهل الصلاة عنده عند القبر حرام؟ الصلاة جوه القبر؟ الصلاة يعني بتيجي صلاة الظهر فأنا بقوم أصلي. طيب تمام. فسؤالي الثاني، دلوقتي احنا مثلا خلعت السنة وركبت بدلها تركيبة ثابتة عند الوفاة، هل نخلعها ولا نسيبها زي ما هي تركيبة السنين؟ حاضر حاضر. شكرا. طب اينا مدام كريم، ناخد مدام منى. طب حاولي تكلمينا مرة تانية، تفضلي فضلت الشيخ. طيب، هو انا احييك على برك بابيك، وعايز اقولك ان اللي بتعمليه نوع من أنواع البر. أن نتعهد زيارة قبر أبائنا وأمهاتنا نوع من أنواع البر، مش بألف والله،
ده سيدنا النبي كنا لسه الراجل بنتكلم، سألته سبحانك يا رب، قبل قبل ما النوم. ندخل الهوا صحيح بنتكلم في صحيح، نفس الموضوع. الراجل سأل النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم فبيقول والسلام. أمي ماتت وأنا كنت بار بها وعليها منفقا وإليها محسنا وأنا غسلتها وكفنتها ودفنتها، علي حاجة يا رسول الله؟ قال له نعم، السلام. إكرام صديقها وزيارة قبرها وصلة الرحم التي لا توصل إلا بها، فأنا أهنيك على البر. قضية يوم الجمعة أنت مش مثبتة، قد يكون يوم أجازتك، قد يكون يوم أجازة الزوج، قد يكون اليوم هو اللي فاضية فيه، فلا بأس فيه مطلقا ولا حرمة فيه، بس ما يصادفش لا عيد فطر ولا يصادف عيد الأضحى، لأن دول حرام باتفاق. خلاص كده نروح بقى للصلاة جوه القبر؟ لا، حرام باتفاق. ما ينفعش صلاة جوه المقابر إلا صلاة الجنازة عند الحاجة كمان، يعني عند الضرورة، لكن الصلاة بداخل المقبرة صلاة باطلة. ويا أختي الكريمة من غير ما تزعلي مني، كل الصلوات اللي فاتت هتضطر تعيديها رويدا رويدا، يعني حاجة حاجة. حتى لو ما كانت ما تعرفش، الصلاة باطلة، يعني ما هي ما الصلاة تعرفش، ما هي عرفت أهي، فعشان نقول لها تاخد الأجر أجرين، ما هو ربنا سبحانه وتعالى هيعطيها الأجر، لكن إحنا عايزينها تترقى. واحنا الغرض من برنامجنا ايه؟ احنا عايزين الناس ترقى، صحيح، وعايزين نترقى مع الناس، صحيح، عايزين نتنقل من مرحلة الإسلام لمرحلة الإيمان. انا مش عايز النبي يشفع لك زي ما شفع للراجل ده على الميزان، لا 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 لا، اوعى. انا زعلان لو النبي شفع لي او شفع لك زي ما الراجل ده شفع له عند الميزان، ابقى زعلان، يبقى احنا خرجنا من دنيتنا وحشين. أنا عايزك تغتنم شفاعة النبي اللي بنتكلم عنها النهاردة في حاجة أحلى، السلام، وفي حاجة أجمل، وهقول لك عليها. ولذلك أنا بحذر الناس، خد بالك أبو طالب اللي إحنا كنا بنتكلم طب عنه. طب سؤالها التاني، اصبري عليا بس. حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقولوا له السلام، أنت ما شفعتش لأبي طالب، قال شفعت لأبي طالب. قال له طب شفعتك لأبو طالب إيه؟ قال إن أبا طالب أخف الناس عذابا يوم القيامة. فقال العباس وما عذابه؟ خد بالك قوي، وما عذابه؟ أخف الناس. قال يوضع في ضحضاح من النار، ده أخف الناس. اصبري، تلبسه الملائكة نعلين من جهنم، يا ساتر يا رب، في قدمي فيغلي منهما دم رأسي. أعوذ بالله، ده أخف الناس عذابا. أعوذ بالله. خد بالك، أقف معايا كده، ده أبو طالب. عارف مين هيشارك أبو طالب في العذاب؟ مين؟ صاحب البهتان. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، اللي هو مين؟ أيوه، اللي هو بيرمي، اللي هو بيكسب الإثم ثم يرمي به بريئة. أنت نسيت الحما ولا حاجة؟ اللي قالت لها انت سرقتي؟ طب انت يا امي الكريمه معاكي بينه ان هي اللي سرقت؟ الراجل سيدنا موسى بيشوفه، شايفه بيسرق، بيسرق يا ست لميه قدامه كده. قال يا رجل اتسرق؟ قال والله ما سرقت يا نبي الله. قال صدقت انت وكذبت عين موسى بن عمران. احترام للفظ الله. النهارده انت بترمي البهتان على مرات ابنك، ويوم القيامة تشارك يا أبو طالب، والله الذي لا إله إلا هو، وأنا بستعد في بيتي أنزل لهذه الحلقة النهاردة، أقسم بالله والله علي شاهد، اتصلت بي واحدة ست قالت بالنص أنا ابني كان في الكلية، آسف، الثانوية العامة، بتقول لي وبعدين نقصت فلوس من البيت، فقلت له أنت اللي خدتها، فالولد معرفش يثبت براءة نفسه راح انتحر. لا إله إلا الله، أقسم بالله. قالت له بعد ما دفناه تبين إن هو بريء. دي بتتعذب دنيا وآخرة. طب بالله عليك يا مولانا، هو في رحمة ربنا؟ قلت لها لا، أقفي، هو مالكيش دعوة بيه، هو لأن هو ربنا علم أنه ما أقدم على هذا الفعل وإن كان خطأ، إلا لأنه معرفش ياخد حقه، معرفش يثبت براءته، ما قدرش يحط عينه في عينك أنت كأمه، لكن أنت لسانك اللي سلطتيه على الناس ترمي به الاتهام، وكم من كلمة قتلت أناس وشوهت أناس. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول
إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا من سخط الرحمن يهوى بها في النار 70 خريفا. وربنا قال كده في القرآن: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والله وأنا صادق. طب وحضرتك يعني شيخ محمد تقول من اللي مش هينول شفاعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من رمى بالناس البهتان يعني الظلم واضح ان الظلم يعني واخد في كل الاتجاهات. هنا الأم ظلمت ابنها رمت واحنا بنقول هنقتص من اللي ظلمنا في يوم القيامة هيقف قدام ببهتان. طبعا ببهتان. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان يوم القيامة هيقتص من النطيح. النطيح: ولو بغى جبل على جبل لدك الله الجبل الباغي. انا هقول لك على حاجه عجيبه قوي، بس انت بتتكلمي عن الحوض امبارح وختمتي. طيب انا هقول لك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادام الناس عايزه تترقى ربنا يقول ان هيجي ناس على الحوض حاجه استقبلهم، فتاخذ الملائكه بحجزتي هتمسكني كده، لا ارجع يا ربي امتي. يقول له: لا مش من امتك، انهم لإنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيحال بين رسول الله وبين الحوض وبينهم ما يشربوش. ليه؟ لأنهم رموا الناس ببهتان. هو أنت فاكرة أن حضرتك لما ترمي الكلمة تشوه محمد ولا تشوه لميا ولا تشوه إبراهيم ولا تشوه؟ هو الكلام ده عند ربنا أبدا. إيه ده الكلمة؟ لاني عارفه خطوره الكلمه. احنا ليه دايما لما بنبقى في مؤتمر للاعلاميين ولا زمايلنا الدعاء ولا لاخواننا المذيعين والمذيعات نقول لهم ايه بين الاسلام والكفر؟ كلمه. وتبنى الدول بكلمه، وتهدم المجتمعات بكلمه. صحيح. ونستحل نساءنا بكلمه، مش كده ولا ايه؟ صحيح. وتحرم نساؤنا بكلمه. صحيح. وندخل الجنه بكلمه، وندخل النار بكلمة. خلي النهاردة واحد يطلع يقول كلمة كده على الدولة تلاقي البورصة بقت في الأرض، وتلاقي الناس بدأت تنزل تجيب مواد غذائية، مش كده ولا وتخزن. صح. الكلمة قد ترفع مجتمع وقد تهدم مجتمع. ولذلك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الراجل قال له: أنا عايز أخش الجنة، بس لا تقول لي صلي ولا صوم. أنا بصلي وصوم، لكن أنا عايز أخش الجنة من باب عالي أوي. قال: أمسك عليك لسانك. أمسك عليك إيه؟ لسانك. خلي بالك، شوف العظمة. كنا لسه امبارح المكالمة اللي تقال الناس والتعليقات اللي بتبقى على الفيسبوك عشان يقعدوا كلمة وكتب كلمتين على الفيسبوك على أي حد، ولا اتريق على أي حد، ولا اختاب أي حد. اوعى. عشان كده أنا بقول لأم الكريمة وبقول للحما الكريمة: اوعى، ارجع لربنا وتوبي واستغفري. معلش انا عارف التليفونات، بس سامحيني. وعشان نقول لها البنت، اصبري بس عليا. انت عارفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وسلم. الهزار انا قلت لك قبل كده، احنا قلناها كذا مره، اوعي تقولي لي يا مقلبز ويا تخين. اوعي، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وسلم. فسيدنا ابو ذر بيهزر مع سيدنا بلال. سيدنا بلال كان اسمر، تقدر تقول ان هو مش كان اسمر؟ كان اسمر، وكل الروايات بتقول ان هو كان اسمر. فسيدنا بلال قاعد بيهزر مع سيدنا ابو ذر. سيدنا ابو ذر قال له: يا ابن السوداء. شيء طبيعي، امه جابته اسمر ازاي؟ هو يا صبر يا ابن السوداء. فالنبي ده غير لونه على طول، والصحابه يقول: وكان اذا غضب عرفناه في وجهه، لانه كان جميل صلى الله عليه وسلم، فكانت الحمره تعلى وجهه على طول. فقال: اعيرته بامه؟ انك امرؤ فيك جاهليه، لسه الجاهليه فيك، الاسلام ما رحلكش. عيرته بأمه. راح سيدنا أبو ذر عمل إيه؟ حط خده على باب المسجد وأقسم بالله ما هيرفع خده من على الأرض إلا ما بلال يدوس على وشه بجزمته عشان يتقدم. يا نهار أبيض، شوفوا العقاب قد إيه. والأخت الكريمة، أنا بقول لك لا حرام إن أنت تسيب البيت، ولا حرام تاخدي شقة لوحدك، ولا حرام تستقل بمعيشتك، ما فيهاش حرمة أبدا، لأن طاعتك أنت مش واجبة على حماتك، ولا حمات انت ليك عليها طاعة، انما ابنها اوعى تقطعي ابنها، ولا تأسي ابنها، ولا تقولوا له ما تنفقش عليهم، ولا ما تحسنش عشرتهم، ولا ما تحسنش صحبتهم. طيب ناخد التليفون. مدام امل. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
حبيبتي ربنا يسعدك ويوفقك دايما. ومن فضل الشيخ طبعا يا رب كل كلمة ومعلومة بتقولها تكون في ميزان حسناتك ان شاء الله. امين يا رب، امين يا رب. انا مش هطول عليكم، انا ما عنديش سؤال، انا بس كنت شفت حلم، والحلم ده كان ليه علاقه بالبرنامج، فانا حبيت ان انا اقوله. خير يا رب. ويا رب يكون خير ان شاء الله، ان شاء الله خير يعني. انا كنت موجوده معاكي في البرنامج، وكنا في الاستوديو، وكان كل الناس بتجهز وانت كنت بتجهزي، وكان في كل الناس ايه؟ كان كل الناس في الاستوديو بتجهز للحلقه، وكان في دايما يكون حاله من البهجه، يعني كل الناس مبسوطه جدا بالحلقه، لان كان ضيف البرنامج وهي دي المفاجاه اللي كانت في الحلم، كان فضيله الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. فكان خلاص الحلقه هتبدا، فهو اتاخر شويه، فانت جيتي قلت لي كلميني شوفي يعني هو هيجي ولا لا، وكنت قلقانه جدا. فانا كلمته فشفته وهو بيرد عليا، كان موجود في وسط ناس كتير، وكان جاي، وكان المكان اللي هو موجود فيه كان قريب من مدينه الانتاج، يعني كانت المسافه قريبه جدا، لان المكان ده انا عارفاه كويس. فقال لي قولي لها وطمنيها، قولي لها انا جاي. فانا جيت قلت لك ما تقلقيش، هو بيقول لك هو جاي. يا رب ربنا يجعله خير يا رب. بشكرك يا جدا يا مدام امل، شكرا. انا بشكرك جدا جدا، ويا رب يجعل كل حاجه تاخدوها في ميزان حسناتكم. امين يا رب، امين يا رب. ده ليه معنى حلو ولا ايه الاخبار؟ انت المعتاد. طيب مش عايز قول لي بعد الحلقه. لا خدوا في الاحلام ابدا، احنا لينا منهج ماشيين عليه. صحيح، مالناش دعوه بالاحلام. صحيح، خلينا نروح لشفاعه النبي، نروح صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. وبعدين معانا النوع الثالث من انواع الشفاعه، اللي هو ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لاناس استوت حسناتهم مع سيئاتهم، بشرط ليس للعباد عندهم مظلمه. خلي بالك من الناس اللي هتخرج من النار، بس بنوع تاني من انواع الشفاعه اقوله لك في نهايه الحلقه برضك، او في الجايه ان ما اردش ربنا النهارده. أناس لم يعملوا خيرا قط، لكنهم ما أذوا أحدا قط. كل ظلمهم وقع عليه على نفسهم. كل ظلمهم على، ولذلك حط دايما مبدأ مع نفسك، لا صغيرة في الذنب إن واجهك عدل الرحمن، ولا كبيرة إن واجهك لطفه ورحمته. فدايما افتح باب الأمل وافتح شباك الامل. أيوة، مع ربنا. ده التتر بتاعنا اهو. صحيح، وخلي الباب متصل مع الله، لان ربنا ملوش باب، عشان ما تغلقوش في وجه نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من جمله شفاعتي ان يشفع لاناس اللي هم في القران اسمهم ايه؟ اصحاب الاعراف. استوت حسناتهم مع سيئاتهم، ولذلك لما عرفوا انفسهم قالوا ايه؟ نحن اصحاب الاعراف، لنا سيئات جلت وحسنات قلت. لا حسناتنا تدخلنا الجنة ولا سيئاتنا تدخلنا النار. لا طايلين كده ولا طايلين كده. فيشفع الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقعد فترة على جبل الأعراف اللي هو بين الجنة والنار، ينقلوا لأهل الجنة ما يدور في النار، وينقلوا لأهل النار ما يدور فين؟ في الجنة. شايفين. نعم، شايفين هنا وشايفين هنا. ولذلك أهل الأعراف يبدأوا يكلموا بقى أهل الجنة، ويبدأوا يكلموا أهل النار. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أهل الجنة يقولوا لهم نعم، أهل النار يقولوا لهم نعم. لكن المشكلة عند أهل النار أول ما يجابوا، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. خلي بالك من الظلم، خلي بالك من ظلم الناس ومن حقوق الناس. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء. طيب قبل ما ندخل في جزئية تانية ناخد التليفون. تيجي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لسبعين ألف من أمته وجبت لهم النار. فسيدنا الحبيب بيقول للصحابة هشفع. ففي واحد على يمينه اسمه سيدنا عكاشة ابن محصن، يقول له يا رسول الله اجعلني منهم، فيقول له أنت منهم. واحد تاني يقول له جعلني منهم يا رسول، قال له لا، سبقك بها عكاشة وبردت الدعوة. خد التليفون. طيب ناخد ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. كنت عايزة أسأل الشيخ على حاجة. تفضلي. أنا والدتي اضطرت إن هي تحلف يمين غصب عنها يعني، بس عشان تمنع مشكلة. اليمين كان كاذب. بس هي عشان تمنع مشكلة، ما أنا مشكلة كبيرة، كانت مضطرة إن هي تحلف اليمين ده. فمش عارفة تعمل إيه.
حاضر. عندك اي سؤال تاني؟ لا متشكرة أكثر. نشكرك على اتصالك. الحلفان على شيء ممكن بسببه يحصل خراب لبيوت، يحصل اي مشكلة كبيرة، طبعا يعني ما حبيتش ادخل معاه في تفاصيل الحلف. كذبا في حلفتي يمين على حاجة وهي عارف ان هو كذب. وهي عارفة طبعا. يبقى اسمه يمين ايه؟ غموس. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين السلام. الغموس لا كفارة لصاحبه إلا أن يغمس في نار جهنم. يا ساتر يا رب. عشان كده بقول لها الحقي، توب إلى الله. تعمل إيه؟ تتوب إلى الله وتستغفر وتطلب من ربنا العفو والغفران، بس بشرط إن ما يكونش اليمين ده ضايع حق حد، خدي بالك من دي أوش. وما يكونش اليمين ده كان سببا في ظلم أحد ولا في اتهام أحد بالباطل ولا في إضاعة حق. ده مهم جدا. ناخد سلمى. سلمى السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي اهلا بيك. لو سمحتي كنت بس عايزه اسال الشيخ على حاجه. اتفضلي. السلام عليكم. كنت بس عايزه اسال حضرتك، انا جوزي كتب لي شقه الزوجيه باسمي عشان هو كان متجوز واحده ثانيه وطلقها، بس كان خايف طبعا ان هي تيجي تشاركه في الشقه دي فكتبها باسمي. وبعد فتره مش هو طلقها؟ طيب. وبعد فترة كان حصلت مشاكل ما بيني وما بينه. وهم يعني اهله دلوقتي شايفين ان انا لو قعدت في الشقة هم عايزين يكرشوني من الشقة، انا معي اطفال. يعني هم قطعوا علاقتهم بيا علشان هم عايزين الشقة وان انا ماليش حق في الشقة دي، وان هم دلوقتي شايفين ان انا خايفة للامانة عشان هم كتبوا لي الشقة فترة معينة والمفروض ان هم يرجعوها. طب هو السؤال كان في بينكم اتفاق ان الشقة دي هتتكتب فترة معينة وهترجعيها تاني؟ لا الشقة دي. طب انت دفعتي انت دفعتي فلوس في الشقة دي؟ دفعت جزء. قد ايه؟ الربع مثلا. طيب بس هي كانت ساعة ما كتبوا الشقة كانت هو ميراث جوزي، اتقسم عليهم وده كان حقه هو، هو كتبه باسمي على اساس ان زوجته السابقه ما تاخدش حاجه في الشقه. فهم دلوقتي بعد ما حصلت مشاكل ما بيني وما بينه وهيحصل انفصال، يعني شايفين ان انا لا كان لازم ارجع الشقه وان انا ماليش حق في الشقه علشان انا كده خاينه للامانه، بالرغم ان هم ما كانوش اتفاق ما بيني وما بينهم، كان الاتفاق ان الشقه دي شقه اولادي انا، لان هو اولاده السابقين هو كاتب لهم شقه تانية. دول اولادك منه مش كده؟ بالظبط كده. فهم دلوقتي انا بس بسال في حته ان هم دلوقتي شايفين ان انا لو انفصلت عن زوجي وقعدت في الشقه فانا كده هبقى خاينه للامانه وحراميه يعني. طب انت ما سالتيش نفسك الاول الشقه دي حلال ليكي ولا لا؟ انا هقعد في الشقه. انا بسالك سؤال جاوبيني عليه لو سمحت، اللي هو حضرتك دلوقتي خدتي الحق ده تمام، ده حلال ليكي؟ سيبك من كلامهم كله، سيبك من ان انت حاضنه وسيبك من ان انت هتاخدي الشقه، انت دلوقتي خدتي شقه، لو انك لا قدر الله، اسال الله ان يطيل عمرك وان يحسن عملك، لو توفيتي دلوقتي امك تخش فيها ليها صوت. ما هو انا هكتبها لاولادي. انا بسالك بس سؤال، انت ليكي فيها حق، هي حلال ليكي؟ انا بسال دلوقتي هي حلال او لا، انا بس انا هكتبها لاولادي. عايزه تعرف هل كده. انا هكتبها لاولادي باسم اولادي عشان انا ما حدش من اهلي يورث في الشقه، فانا هكتبها باسم اولادي. هو طب الفكره، ما هو حرام برضو ان انت يعني، ما هو برضو في شرع ربنا سبحانه وتعالى في الميراث. لا على اساس ان هي اصلا في الاول كانت شقه اولادي مش شقتي. هو شقه اولادك منين؟ مين اللي خلاها شقه اولادي؟ هو ابوهم اللي لما خلاها ازاي؟ هو اللي قال كده. هو ما قالش حاجه. لا هو ساعه كتابه الشقه قال ان هو جايب لاولاده السابقين شقه، كتب كده في العقد يعني، ده في عقد موجود بالكلام. لا هو العقد كتبه لها هي باسمها. جوزيف يعني الشقه الجنة. باسمها. ما انا هرجع اقول لك القصه بدات ازاي. القصه طيب بدات. تبعينا حضرتك. طب ناخد التليفون الثاني ونجاوب على الاثنين. لا اصبري بقى عليا في التليفون الثاني. فصل. طب طيب القصه بدات في اضاعه حق لامرأة موجودة. اللي هي الزوجة الأولانية. صح. ومن غير ما تزعلي مني يا أختي الكريمة أنا خايف عليكي من ربنا. فهي استحلت الحرام عشان تضيع الأولانية. وهو رضي أن يضيع على الأولى حقها فأمن لهذه، والنهاردة دي اللي بتحاربه.
ولذلك المرأة، مش أنا بقول لك أنا مش عايز شفاعتك للنبي تضيعيها أونط ما تدخلكيش النار ويجيبك من النار؟ والله انتوا مساكين زي حالاتي، الناس اللي بتشتري الدنيا. أنا عايز شفاعتك للنبي، عارفة تعملي فيها ايه يا دكتورة؟ تقولي له أنا في عليين، مش عجباني عليين، وحضرتك يا سيدنا النبي ما شفعتليش عشان أخش الجنة، ده أنا داخل الجنة برحمة الله بعد العمل، لن يدخل أحد الجنة بعملي. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. لكن يا رسول الله أنا اجتهدت في الدنيا وتخلصت من حقوق العباد، فلما جيت ما استنيتش الشفاعة، دخلت فين؟ الجنة برحمة الله ثم عملي. فأنا جايلك تشفع لي عشان أنا حقي في عليين وأنا مش عجباني عليين بصراحة. أما اللي عايزة تروحي فين يا دكتورة تقول له تعالى اشفع لي عشان أطلع الفردوس، وده من جملة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشفع لأناس داخل الجنة من أجل أن يترقوا وأن يعلوا، عشان ما حدش يقول لك طب الحمد لله انا طالع كده من ما دخلت الجنه برحمه ربنا النبي نفعني فيها. اقول لك النبي هينفعك جوه. طب انا يا عم الشيخ في الفردوس الاعلى النبي هينفعني ايه؟ هقول لك زي ما هقول لك في حلقه النظر ان شاء الله، بدل ما تنظر الى الله كل اسبوع مره او كل شهر مره او كل يوم مره، تنظر الى الله كل بكره وعشيه، وبدل ما تنظر بكره وعشيه تنظر كلما اشتقت، والانسان لا ينقطع شوقه ابدا من ان ينظر الى نور يا ربنا. يا سلام ونعم بالله ونعم بالله. فراحت الست ابن زوجها كاتب لها ايه؟ شقه لابنها، فقالت له في عجالة سريعة، قالت له أنا مش هقبل الهدية دي لما تشهد على العقد مين؟ رسول الله. فراح للنبي سأله سؤال واحد، قال له ألكل ولدك جعلت لهم مثل هذا؟ يا رسول الله دي جنينة كاتبها لابني، ده مش دي حاجة هبة. قال له ألكل ولدك جعلت لهم مثل هذا؟ كرر عليه السؤال مرة واثنين، قال له لا يا رسول الله دي حاجة خاصة. قال فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على باطل، وفي رواية فإني لا أشهد على ظلم وجور. شيخ محمد، يعني لما في الرحلة كده ورحلة يوم الموقف العظيم، نعم، حاجات كتير قوي احنا في الدنيا ممكن نكون مش واخدين بالنا ان هي احنا شايفينها حاجات بسيطة وحاجات يعني ابسط الامور، مثلا نهزر مع حد بكلمة ممكن تكون فيه ممكن تكون مش فيه، هزار كده مش مقصود منه أي حاجة، ولكن ده بيشيلنا ذنب ووزر كبير جدا يوم الموقف العظيم. احنا هنعمل ايه طيب؟ يعني نتعامل ازاي في الدنيا؟ يعني عشان نوصل لمرحلة الجنة او نوصل لمرحلة الحوض ونشرب من ايد رسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعني نوصل للدرجات الاعلى ونشرب من ايد ربنا سبحانه وتعالى، ده نعمل ايه في الدنيا اللي احنا عايشين فيها؟ بس الاول معاكي وقت قد ايه؟ اتفضل. معانا وقت؟ معانا ان شاء الله. معانا وقت. انا عايز اقول لك حاجه بسيطه قوي، كلمه السر في ده كله، في كل ده، ان ربنا قالها لنا يا عبادي اني غفرت لكم ما بيني وبينكم فتغافروا. تاني وتالت اخلاص من حقوق الناس. عشان كده ما تستغربيش النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف في حجة الوداع ومعه 100,000 من الصحابة ويقول أيها الناس من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليشتم، ومن كنت أخذت من ماله فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلد. الصحابة كلهم كأن على رؤوسهم الطيب، حد يقدر يقول للنبي أنا؟ محدش. فالنبي لمح في عينيهم قال لهم لا اوعوا حد يقول ازاي يقتص من رسول الله، اللي يحبني يقتص مني ها هنا قبل ان يقتص مني بين يدي الله. تخيل كده. قالوا يا رسول الله ما تخاف؟ قال اخشى الوقوف بين يدي ربي ومحاسبة ربي لي. وربنا قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولذلك شوف العظمة والجمال، يقوم الصحابي يقول له يا رسول الله أنا عملت إيه؟ يقول له مرة كنت بتسوي الصفوف ضربتني، يقول له خد اضربني، يقول له أنا كنت عاري يا رسول الله البطن وقتها، فالنبي يكشف عن بطني وفيه ويكشف عن ظهري، فالصحابي يقوم محتضنه
عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: علمت أنه آخر العهد بك، فأردت أن يمس جسدي جسدك حتى يحرم الله جسدي على النار. عشان كده تاني وتالت شفت الزوجة اللي بتقول لك أصبر على حماتي ولا ما أصبرش، وأصبر على زوجي ولا ما أصبرش. أنا عايز أقول لك إن المرأة ليها شفاعة يوم القيامة، والراجل ليه شفاعة يوم القيامة. عارفة المرأة التي تصبر على سوء خلق زوجها ربنا اداها ايه قدر يوم القيامة؟ تخيلي قدرها ايه؟ تخيلي حاجة عجيبة قوي، أعطاها الله من الأجر مثلما أعطى آسية امرأة فرعون. أجرها إيه في القرآن؟ شوفي بقى. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولذلك العلماء يقولوا ان هي كانت ست ناصحه قوي. طب سوء الزوج هنا اللي هو ايه يا فضيله الشيخ؟ ست ناصحه قوي. عارفه ليه ناصحه قوي؟ ما قالتلوش ابني لي بيتا عندك، قالت له ابني لي ايه عندك بيتا. اختارت الجار قبل الدار. فاختارت جوار من؟ جوار الرحمن. سوء خلق الزوج بكل بلسانه الطويل، ببخله، بعصبيته، بشدته. عارفين ليه؟ لان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ادى الاجر ده، ادى الاجر ده من باب ان المراه يوم القيامه تسبقه على باب الجنه. مين انت؟ قال لها انا ام اليتامى. مش كده ولا ايه؟ قالت انا ام اليتامى، وامراتان تزاحم فاطمه الزهراء في الجنه. فتتعجب الملائكة: من هذه؟ فيقول رسول الله: خلوا سبيلها، خلوا سبيلها، إن هذه صبرت على أذى زوجها. شوف الجمال، شوف العظمة. طيب واللي يصبر على أذى زوجته ربنا يديله الأجر دي، يعطيه الله مثلما أعطى موسى بن عمران في الجنة. شوف الجمال. عشان كده يوم القيامة المرأة الطيبة الصالحة تشفع لزوجها، ودي من ضمن الشفاعات. والرجل الطيب الصالح يشفع لمين؟ لزوجته. وحامل القرآن يشفع يوم القيامة في 70 من أهله، في من أحب، اللي حفظ القرآن الكريم وعمل به. خدي بالك طبقه. من دي. ليه بقى؟ لأنه رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وبعدين عندنا طب انا هقطع كلامك، انا اسف، احنا معانا ضيف. عشان الكلمتين الحلوين قلت لازم اجي ابوس اخويا. ايه ده جايب لنا كحك؟ اجيب لك كحك كمان. الله يحفظك، الله يرضيك. لا لازم تاكل زيت الجنه. طب تعالى بقى كده للكاميرا بتاعتك. طيب يا لام يا وحشتنا. احنا معانا شريف مدكور، يعني انا مجهزه لك المفاجاه دي من امبارح انا وهو. انا اللي قلت لها عايز اجي اطب عليه، اطب عليك قضيه ازاي وانت راجل جميل ومحترم. تعالى خد نورك. لا 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 خد نورك عشان انا قلت انا كل يا اكل قدام الناس. لا لا ده انا اكل قدام ده معمول عاملينه عندنا في الشارع. ازيك يا فضيله الشيخ؟ اسعدتني والله بهذه الزياره وادخلت على قلب السرور. والله انا امبارح انت راجل جميل والله بحبك. راجل انا جيت بوصل لكم كل حاجه. لا ابدا احنا كده دخلنا على وقت الحلقه بتاعتك. خلاص انت انتظروا شويه. انا والله احبك يا رب يخليك والله على راسي. يعني انا احببتك اكثر لما رايتك مره بالبرنامج وتقول لك الناس، وهي عماله تقول لك اوعى تقول اوعى تقول. انا قلت شريف مذكور. لا انت قلت لها كلمه جميله قوي، قلت لها صحيفتهم يملوها زي ما يملوها بين ايد ربنا. صحيح صحيح صحيح. لعلها رساله والله بصدق، وانا بكلم كل الناس. ربنا يخليك. لو ان الناس فكرت فيما تكتب وفيما تقول لاني صح. لا انا مش عايزهم يفكروا. ده امال اخد ثواب ازاي؟ ده مستخسر فيها الثواب. امبارح بيكلمني بص قلبه بيقول لي ايه امبارح؟ ده خليهم يفكروا. بيقول لي لميا هو كان بيقول لك ده صعب ده صعب ده صعب، يعني قلت له يعني جميل قوي. انا صعب ليه يا فضيله الشيخ؟ عارف ليه؟ عشان قال لها انا هاخد حق بين ايد ربنا. طبعا. فخدوا بالكم والله والله الانسان اللي ياخد حقه في الدنيا ده مسكين. عارفين ليه؟ لان خلصت القصه في الدنيا. لكن اللي وقفك بين ايد ربنا ده صعب. الدنيا عرض زائل ياكل منها البر والفاجر، والاخره
وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. صحيح. يحق الحق ويبطل الباطل. صحيح صحيح. والله اسعدتني بهذه الزياره. امبارح بيكلمني بيقول لي انا هاجي اسلم عليه، قلت له لا انت هتدخلي على الهواء. اسعدتني بالزياره دي. انت نورتني. انا لازم اختم عشان برنامج، لازم اطلع هوا لسه هغير هدومي. اختم لي الحلقه. لا ما اعرفش اختم. لا اختم لي الحلقه. ليه بتسيب الحلقه بتاعتك وتمشي؟ لا لا لا، هو فضلت شيخ هو اللي يختم. لا والله ابدا. انا بشكرك على كلام امبارح، وبشكرك ان انت مع اختي العزيزه لميا، ومنور انت دايما يا رب تكون معانا. ربنا يرضيك. اشكرك. بس الله كما جمعنا في الدنيا على طاعته ان يجمعنا في الاخره في مستقر رحمته وفي رحاب سيد النبينا محمد صلى الله عليه وسلم. امين يا رب. اشكرك افضل الصلاه والسلام. نورتني يا فضيله الشيخ. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماع لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.